ديت إن فيه كان عندنا بنت اسمها صفاء معوقة عندها شلل أطفال، فله ولد سريح بتاع مراجيح من قرية إلى قرية بيسرح بيه ورا المرجحة بتاعته ورا الموارد من قرية لقرية من مدينة إلى مدينة، حتى وصل لقريتنا في أحد الموارد. ولاد الحلال في القرية مشيلوا سكة البنت ديت، والبنت دي كانت تتمنى تتزوج. أبوها وأمها موجودين، فأنا ماليش صفة إنني نحكم نقول آي أو لا. أبوها وأمها هم اللي بيحكموا لأن موجودين. أبو البيت اللي اتجوزت الواد ده هو أبوها وأمها هم اللي يتحكموا في هذا الموضوع. هتقولوا اتجوزوا إزاي؟ اتجوزوا كشيء إشهار وعملوا فرح والناس كلها التمت وحضروا و و إلى آخره. الأم ماتت نفسها صفاء. بين بحسب العيال البنات ديت إيه موقفي؟ وخاصة بنت سنها 16 17 سنة على سن زواج. الناس بتدور عليها تخطب، قالوا لا ده مالهاش شهادات ميلاد. ازاي؟ امال اتجوزتهم ازاي؟ قالوا احنا مالهاش شهادات ميلاد. الراجل ماليش شهادة ميلاد اللي كان متجوزتي، ولا معاه بطاقة ولا له هوية ولا له أب ولا له أم. يعني من الآخر من أطفال الشوارع. طيب الحل ايه؟ نسيبوا ثلاث بنات من غير شهادات من الميلاد ولا تقنوا وضعهم؟ ده لو حتى ماتوا مش هنعرفوا انهم طالعين شهاده وفاه. ابوهم نفسه اللي يقال عليهم ابوهم او يدعى ان ابوهم ما طلعتش ما طلعلوش شهاده وفاه. دفنوه بتصريح دفن. تصريح ادفن الجثه. ما طلعوش شهاده وفاه لغايه دلوقتي. إنما الأم معاها بطاقة ولها هوية ولها أهل، دي طلع لها شهادة وفاة عادي، عملية عادية. فالموقف دلوقتي محتاج إن الثلاث بنات يقنن وضعهم ويطلع لهم شهادات ميلاد. رحنا مصلحة الأحوال المدنية في العباسية، رحنا الأحوال المدنية في شبين الكوم، رحنا مركز شرطة تلم، ولا حياة لمن تنادي ولا الدولة تعرف عنهم حاجة. هل هم موجودين؟ هل هم ميتين؟ ما فيش، ما لهم شهادات ميلاد، ما لهمش أي هوية. حدش هنا كان يعرف إنه معاه الشوراء زي ما كيل في الآخر يعني. وجينا ماليش أي أصل خالص، ولا أي أهل ولا أي ورق، لا ميلاد، وحتى لما جه توفى فيش حاجة تثبت خالص توفى غير تصريح بالدفن. كان نفسي اروح المدرسه وانا صغير ورحتش. كانوا اصحابي دلوقتي متعلمين، حتى لما جيت هنا البلد بعد ما توفت كل اصحابي راحوا المدرسه، ما رحتش انا المدرسه ولا قعدت حاجه. كلهم راحوا الدروس والمدارس وما حدش بيقعد معايا خالص، ما فيش اي حاجه خالص، وكاننا اصلا مش موجودين. ما ردناش اصلا من الاساس، وحتى لما كنت بسال امي ما كانتش بتجاوبني قد كده. عاوزه شهاده ميلاد وبس، مش عاوزه اكتر من كده. بجد نفسي يعني كان نفسي اتعلم او نفسي اعمل حاجه بعد كده، عشان على طول كل اللي حواليا بيعملوا كل حاجه حلوه نفسهم فيها الا انا ما اعملش اي حاجه. جه يتقدم وهو كان غلبان، يعني ما نعرفلوش سك ماشي ازاي وعمل ازاي، وقال انا عاوز نخطبها وجا عندني وهي عايزاه وهو عيسى. قلنا خلاص يتوكلنا على الله، ما عملنا فرح واخدها ومشي. خلفوا عيال، كنت رحت ولد في المستشفى يقول خدوها ومشوا، بنت صغننه يقول خدوها ومشوا، لحد ما بقوا ثلاث بنات. والاخر خدتهم ومشوا وراء عندهم في مصر. فين حته وفي اي حته ما نعرفوش. مات الاول وهي الاخر ماتت، وراه بقى لها بتاع يجي خمس شهور. بس لا ورق معاهم ولا بطاقه، ولا دي خشيه المدرسه ولا اي عيله منهم خشيه المدرسه. ولا في حاجة خو وزعلني، يعني أكتر الليالي باتوا زعلانين وبعبي عيطوا، وأنا ما بديش حاجة نعمل. هنعمل إيه؟ ما أنت ما أنتش لاقي إثبات قدامك إنك تعمل.